السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. شكرا للناس اللي انخرطوا معنا من جديد، شكرا للناس اللي كيدعمونا، شكرا للناس اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا، شكرا للناس اللي غاديين معنا منذ اليوم الأول. لهلا خدكم علينا، بارك الله فيكم، وشكرا كاع اللي كيدير جيم تعاليق راه من العشيه للعشيه كنلقاها كنقراها وكنكتب الطلبات ديالكم. اللي بغى شي حاجه راه كيكتبها ليا في التعليق، راه كان وقت ما تمشي بلا هنايا كما كتشاهدوا انايا كنتواجد في نزاهه حسان. الجرده هبطات من هنايا حتى لتحت، ومن لتحت هبطات من ودارتكم ولا داك كيتسمى نزاهه حسان. وهنايا كيجيو الناس هنايا اللي كيجيو هنا للمصالح، يقضيو هنا شي حاجه في الرباط، فهمتيني، وما عندهم فين يجيو كيجيو يرتاحوا هنا مساكن. الله يكون في العون. هنايا في الصومعه ديال حسان نقسم لكم على جوج، انا راه حيت بغيت ندخل ولكن مازال مع الحجر الصحي، مازال ما عطاوش لوطريزاسيون باش تحل، ما علينا. نقسم لكم على هذا النص غنهضر عليه بوحدو فيديو، وهذا النص غنهضر عليه في فيديو، متفقين؟ اوكي. ملي تحل غادي ندخل لداخل باش حيت التصاور غيكونوا من الداخل. هنا هاد الصومعه تبنات في عهد الموحدين، بناها ابو يوسف يعقوب بن يوسف الموحدي. شوف، وهذا يوسف بن يعقوب هو اللي بنى باب الروح اللي كنا هضرنا عليه داك النهار. راه كاين لا فيديو شرحناه وقلنا بانها كتسمى باب الروح ماشي على حساب الريح. باب الروح تبنى على اساس انه كيشوف الروح، الروح الشمس، والروح الشمس كتروح، بان الروح في الناس الرباطيين الاولين كيقول لك راح الشمس روح في الروح ماشي الرياح، وانما غروب الشمس، والباب كيطلع على الغروب. وفي هذاك الفيديو معك كنت غنقول الغروب وقلت الجنوب، وعلى اي ما تديوش عليا لاني مازال ما معتادش باش نصور ويكون تعالق. صومعة حسان تبنات في هذاك العهد، التاريخ ما عقلش انا بالضبط التاريخ ديالها امتى تبنات، لان ذاك النهار فاش كانوا غيديروا لنا الدرس ديال صومعة حسان في التاريخ كنت انا منك ما حضرتش الدرس، وكنت في كادير وكان عز عليا نصيد الفراخ، وكنت كنا كنسلتوا، كانت عندنا مدرسه ديال خالد بن الوليد من اللور، وكنا كنسلتوا من اللور من جهه المدرسه ديال المعلمين، ونهبطوا من تما للواد باش نصيدوا الفراخ. اي هذاك النهار انا ما حضرش. تحيه للدراري كاملين ديال حشاش، والدراري ديال حي النهضه، والدراري دابا مازال غادي خصني نجي نشوف هذيك الدنيا كي ولات. كانت تما كاينه غير خيريه وحي النهضه، جوج بطيمات، وحده ديال العسكر وحده ديال الجدارميه، صافي هادشي اللي كانت، وحشاش وحي النهضه، هادشي اللي كان. المهم هذه هاي حيت هي طالعه كما كتشوفوا، غادي هي الوحيده اللي كاينه في العالم اللي عندها تصميم رباعي. كيفاش رباعي؟ عندك هذا الوجه فيه داكشي، علاش قلت لكم تحل هذيك باش ندخل نصور لكم في هذا الوجه، عنده التصميم ديالو بوحدو. وهذا الوجه اللي كيشوف، هذا الوجه اللي كيشوف في البحر في الغرب، سميتو الوجه ديالو بوحدو، وهذا الوجه اللي كيشوف هنايا في الجنوب بوحدو، والوجه الاخر اللي كيشوف في الشرق بوحدو، واللي كيشوف في الشمال بوحدو. محطوطه على اربعه ديال سميتو، محطوطه على اربعه ديال الاتجاهات، وهي كانت طالعه راهما غيبقاو طالعين. ديك الساعه في عهد الموحدين كانت هذه كتعتبر من اكبر مسجد في العالم، ديك الحقبه في الموحدين، مثل ما كاينه لا سعوديه ولا امارات ولا والو، كان اكبر مسجد. وكهذوك البودرات البودرات دوك اللي بودر راهما كيبانو من التحت، هذوك بودرات راهما هادو راه بودرات، عمر باقي منهم ماشي وحدين. هذوك البودرات يلاه بنو العلو ديالهم عالي، كانوا غيديروهم بودرات حدا بودره باش كانوا غيديروا الضله. هذوك هما الحاملات ديال لي بودر اللي كانوا غيدير لهم الضله، ولكن مات هذاك الامير، مات هذاك الملك ديال الموحدين، ذاك يعقوب المنصور الموحدي، وتوقفت الاشغال وخبرتنا مشات مع الواد رما انا برطال. هادشي اللي كاين اسيدي. المهم هذا هو التاريخ ديال هاد القصه ديال هادي. مثلا نعاود لكم عاوتاني القصه ديال هاد لابارتي الثاني اللي من هنايا، هاد القضيه اللي من هنايا هذاك شنو هو، والاخرين شنو هما، واش كاين فيهم الداخل، والتاريخ ديالهم، وكيفاش تبناو، وعلاش
المهم اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء، ما كنتم اللي خطكم علينا، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.